وزارة الثقافة دعم وسند لكل المبدعين لكل الفنانين بكون مختلف طوائفهم مختلف الوسائط والوسائط والروافد الفنية بتاعتهم. فدي كانت رسالة مهمة جدا الحقيقة. لكن وده الحقيقة محتاجين تاني نرجع يبقى جوه البيت الثقافة احنا المصدرين لده، عندنا القدرة على الاستيعاب ده، عندنا القدرة كمان على التفاهم مختلف الطوائف مختلف الأحلام بتاعة المبدعين من سينمائيين من مؤديين من موسيقيين من فنانين تشكيليين من الجميع. الجميع هو جزء من الثقافة المصرية. صحيح، بس ممكن حد يقول أو في حد تاني ممكن يكون في مقعد وزير للثقافة يقول أنا سأسأل عن ما يخص وزارة الثقافة، أسر الثقافة، الفعاليات الخاصة بها، الحاجات اللي هي تنضوي تحت مظلتها، ولن أسأل على غير ذلك. يعني كل ما توسع دائرة نشاطك كل ما يمكن يبقى فيه معضلات أكتر أو تصادمات أكتر. ليه ما تقوليش كل ما توسع النشاط تبقى التعددية أفضل بكتير والرؤى بتبقى احسن بكتير وزوايا المناظير بتاعتنا بتبقى افضل. ده كلام ثقافه بقى. كلام عظيم ده كلام ثقافه بجد. بالعكس احنا مش بنعمل جزء وجزء تاني، لا هي مصر كلها منتج ثقافي. اقول لك على حاجه منى هانم، احنا عندنا في الفتره اللي فاتت ديت في برودكتس كتيره جدا او في منتجات اتسمت بالشكل الثقافي كلنا اشتركنا فيها، هي ملهاش هيئة تحرير محددة زي بالظبط جوجل لو حاجة بتتصفها جوجل يوتيوب حتى الفيسبوك، هي مفيش هيئة تحرير واحدة بتحط لك المعلومة على جوجل حاجة هتستقيها وهتدمجيها وهتاخديها زي ما هي، لكن كلنا مشتركين في جوجل كلنا هنحط الأبحاث بتاعتنا ومن المتلقي بعد كده بياخد بقى الناجع منه والناجح منه ويشوف بعد كده يقدر يعمل ايه. الثقافة نفس الموضوع، هي كلها هاب واحدة، كلنا الميت مليون مصري كلهم بيشتركين في ثقافة واحدة، صناع للثقافة مفيش هيئة تحرير محددة. ولكن تيجي بقى دور وزارة الثقافة انها بتاخد ده بتعمله زي فلتريشن، بتعمله زي نوع من المعالجات، انها بتحسن الاداء بشكل اكتر، بتزود الحرفية المهارة، بتديكي زي منصات عشان تعبري فيها عن الفن بتاعك او المكنون الوسيط بتاعك زي منصات مسرحية ممكن تكون سينمائية بإذن الله في المستقبل، طباعة الكتب نشرها. المنصات ديت مهمة جدا ان احنا بنستقي المفيد جدا بالنسبة للثقافة المصرية او اللي بيكون العقل الجمعي. ساعتها بس هيكون في عقل جمعي المصري كلها بالكامل. حضرتك حتى لو الموضوع ده مش تخصصنا يعني. حضرتك سكيت كده جملة ممكن يبقى لها، انت قلت انه في مصر فيها 100 مليون صانع للثقافة و100 مليون مستهلك للثقافة. صحيح، وعقل جمعي. بالظبط يعني عقل جمعي. ودي حالة ما فيش تشابه بينها وبين اي حالة اخرى. المصريين عندهم عبقرية جدا في تطوير الوسائط الفنية والروافدها المختلفة في حياتهم اليومية. حضرتك اكيد عارفة ده، حضرتك نفسك بتعملي ده. ده كل ده ثقافة. الثقافة الحاجة الوحيدة اللي احنا مسافرين اي حتة مش بنحطها في الشنطة معانا، هي بنشيلها جوانا. بالظبط كده. صحيح.